عن وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية رسمية أن الرئيس محمد حسني مبارك توفي سريريا عقب وصوله إلى المستشفى العسكري بالمعادي. إذن هذا الخبر وردنا للتو عن نقلا عن بوابة جريدة الأهرام المصرية، نقلا عن وكالة أنباء الشرق الأوسط بأن الرئيس محمد حسني مبارك الذي تنحى عن الحكم في 11 من فبراير عام 2011 بعد ثورة 25 من يناير قد مات سريريا، وذلك وفق ما أعلنته بوابة صحيفة الأهرام قبل قليل نقلا عن وكالة أنباء الشرق الأوسط. على كل الحقيقة هذا الخبر نقلته بعض وكالة الأنباء أيضا نقلا عن وكالة أنباء الشرق الأوسط.